تلونت مملكة البحرين باللونين الأبيض والأحمر بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث ازدانت الشوارع والمناطق والمدن في مناطق المملكة كافة. تتزين مملكة البحرين هذه الأيام بوشاح مطرز بالألوان كطيف الربيع متناسق جميل. حق لها أن ترتدي حلة العيد بعد أن أثبتت للعالم أن شعبها مجبول بحبها. غدت مملكة البحرين اليوم عنوانا للاستقرار وأملا للمستقبل. تحل علينا اليوم أعيادك يا بحرين، عيدك أصبح عيدا مشاعا ومنارا لكل العالم، يا رمز الوفاء ويا قلعة الحب والعطاء. أضواء ملأت شوارع مملكة البحرين معلنة دخول أجمل أيام السنة، أيام سطرت بحروف من ذهب في تاريخ مملكة البحرين. في كل محافظة ينبض الفرح والحب لاستقبال عيد المملكة 47، وكل شارع فيها يتزين بالأحمر والأبيض ليشرح قصة مملكة كتبت تاريخها العظيم في 16 من ديسمبر، ويروي سيرة عشق لقيادتها الرشيدة مع حلول الذكرى 19 لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، الحكم الذي يضج بما تحقق من غلال النهضة الشاملة التي تصب في مصلحة الشعب الوفي لقيادته الحكيمة التي أعطت لبنات هذه النهضة واجتازت سائر الصعاب والتحديات من أجل ما بات أكيدا عبر الحاضر المشرق والغد الأكثر رخاءً.